سورية ليلة العم سورية تونسي وتونسية ليلة العم سورية تونسي وتونسية ليلة العم سورية صارت على بنتي توا مدة بس 15 سنة مظلمة أنا نحطها مظلمة معناها في المرة الأولى المعلمة شمت ريحة كريحة في القسم عملت دورة وقع اختيارها على بنتي خرجتها قدام تلامتها قلت لها نحي صباتك نشمو ومن بعد أمرتها باش نحي الكولون تاعها تشمو بنتي رفضت هي حكيت لي لأمي الحكاية مش معقول أنا من قدوة توجهت للمدير مباشرة وقلت له انا متاكده من ظرفت بنتي هذه حكايه ما نتناقشوش فيها لكن حتى لو كان صغير خرجت منه ريحه خايب المفروض نستدعوا الولي نتاعي ونحكيو مع الملي ما نخرجوهوش قدام 29 تلميذ باش يتفرجوا فيه في الوضعيه هذيك قال لي بيه نتكلم مع المعلمه قلت له استدعاني على خاطر ممنوع في المدارس الاولياء يدخلوا نسلمهم اولادنا من برا ونقعد قلت له ابعث لي وقعدت نستنى تقريبا اسبوع تعدى لي انا جمر معناها لا نرقد لا ناكل لا حتى شيء بالحق خاطر حاجه ماهيش باهيه راني كون بعد اسبوع تعاود لها نفس الكره اما بطريقه يظهر لي نعش لا باهيه ولا اسوء خرجتها بكل عنف هكا صاحبتها خارج القصر قالت لي كلمتها حلو شبابك راني طوت نفست تنفس السعداء نعش انا بنتي جرثومه ولا مرض خطير وفي الاثناء حتى اصحابها قاموا معاها بحاجات خايبه راه وقت اللي تشجعوا بالمعلمه ثم شكون قصر لها شعر مقداء ثم شكون حل عليها باب تواليت وخلى جماعه كلها الاخرين يتفرجوا فيها وثم تلميذه بكل ما تحبش ديما تاكلي طايح بوسي لي يدي وطلبي مني العفو هذا صار على بنتي فيك الاسبوع هذاك شو قداه من المظلمه بعد المظلمه الثانيه مشيت واجهت المدير قلت راني استنيتك جمعه كامله راني مانيش راهي بنتي صارت لها يعني من نفس المعلمه حكايه جديده يعني عشان كل بروده جاوبني ها تو تجي غدر ما تقريش مثلا نهار الخميس تو تجي غدر مع ثلاثه تو نشوفوا حل بكل كل جمود مش بروده توجهت للطبيب راهي بنتي في حالتها احكي معاها اعطيها ثلاثه اسابيع بنتي راهو راحه مش لعبه راه نحن سمعنا بالحادثه الناس الكل اللي صارت ديرنييرمون في مدرسه الجمهوريه اثنين صارت اعتداء لفظي واثر نفسانيا على الطفله في المدرسه من قبل المعلمه نتاعها اثر هذا قالت وزاره التربيه عفوا اللي فما تحقيق حل في الموضوع هذا لاحظنا وانه التحقيق قال اللي المعلمه معناها بريئه والتهمه غلطه نحب نسال معناها اللي قام بالتحقيق هذايا معناها علاش باش طبيب معناها عنده كارير وعنده اسم باش يخاطر باسمه بالكارير نتاعو ويحكي حاجه كيفكيه وينشرها للعالم زاده معناها ما عندوش علاش دونك احنا مع الطفله واقفين معاها وفي صفها هذه قضيه راي عام مش قضيتنا نحنا بركه باش ندافع عليها بكل الطرق وان شاء الله اذا كان بعد الوقفه هذه ما تحلش تحقيق اخر اكثر جديه ويتسمع فيه للاطراف الكل ويتم انصاف الطفله زاده باش ننتجوا للقضاء احنا بيدنا كما الوزاره قالت لنا باش ننتجوا للقضاء ونعاقبوا الطبيب احنا زاده نطالبوا الوزاره انها تعمل تحرك اكثر جديه ضد الممارسات العنصريه في المدارس نتاعنا خاطر نعرفوا اللي ماهيش اول حادثه تصير وماهيش اخر وحده باش تصير اذا كان مانيش باش نتكلم علم بلادي في عيني نجمة وهلال هسين ابطال انسى ورجال بهمة ودلال نتحدى وكلمة طموحه